جميل. ايه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت انا عندي 3 أسئلة. اتفضلي. لو حد خد سيئات في رمضان ازاي يكفر عنها؟ وتاني سؤال، لو حد بيقرا في القرآن مثلا واقف على سورة وكان قرأ فوق يعديها ولا يقرأ تاني؟ وقف وتاني عند سورة سؤال، ايه؟ وقف عند سورة ايه؟ أي سورة؟ لو هو مثلا واقف على سورة الواقعة وكان قرأ لسه الصبح، يقرأها تاني؟ يقرأها تاني ولا يعديها؟ حضرتك سمعت؟ تمام. ماشي. يعني هو قرأ سورة الواقعة وهيقرأ بالليل، فيبدأ من سورة الحديد ولا يجيب سورة الواقعة تاني؟ صح كده ايوه السؤال؟ تمام. تمام ماشي. وثالث حاجة، من هو قوم تبع؟ قوم تبع. ماشي، شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذة آية. طيب نجاوب عليها على موضوع السيئات في رمضان وازاي يعني هو تكفر. الإنسان في رمضان وارد أن يخطئ أو أن يقع في خطأ، تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى وتقول يا أيها المذنب عد إلى ربك، فإن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح وباب التوبة مفتوح. فمن أسرف على نفسه وفعل معصية، فعل ذنبا أيا كان، عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، يستغل رمضان. يعني رمضان فرصة طيبة جدا لمحو الذنوب والآثام، فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فتستغفر وتتوب وإن شاء الله يعني يعفو الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. طيب موضوع الوقف عند سورة الواقعة، هو عادي الإنسان لما بيقف عند قدر ما، لما بيجي يقرأ بعد كده بيكمل خلاص. أنا مثلا سورة الواقعة أنت قلت فسبح باسم ربك العظيم، طيب هبدأ بعد كده إيه لما أجي أقرأ بالليل مثلا أو اليوم الثاني؟ خلاص أقرأ من بعد كده الحاجة اللي عليها الدور زي ما بنقول. فأنا خلصت سورة الواقعة يبقى عندي سورة الحديد، ده لو أنا قارئ من البقرة. لو أنا بقرأ من السورة القصيرة ماشي كده طالع لفوق، يبقى خلصت الواقعة هبدأ بالرحمن وهكذا. يعني حسب، يعني اللي أقف عنده أكمل من اللي بعديه عادي، اللي بعده مش مشكلة خالص. صحيح. تمام. طيب قوم تبع هم يعني قوم من أتباع الأمم السابقة، الأنبياء السابقين، يعني كذبوا رسولهم واستحقوا العقاب بناء على ذلك. جميل جدا.